وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل السائل الكريم يقول: غششت في شهادة البكالوريا. يبدو هذا السائل من المغرب العربي، هذا هو، لأنهم يقولون على الشهادة الثانوية البكالوريا، ويقول: قد غششت في الامتحانات ونجحت وأردت أن أدخل كلية الشريعة بهذه الشهادة، فليحق لي أن أدخل الكلية الشرعية أم أن هذه الشهادة قد بنيت على باطل اللي أنا أستعملها؟ نعم، هي الشهادة بنيت على باطل ولا شك، لما عند مسلم من غش فليس منا، والنهي عن الغش، ولأن هذا من خيانة الأمانة، لكن التوبة تجب ما قبلها، وعليك ولا مانع أن تدخل كلية شرعية أو كلية غير شرعية، لكن تتوب إلى الله عز وجل ولا ترجع لمثل هذا مرة أخرى، ثم أيضا تدرس المواد اللي أنت غششت فيها وتتقوى فيها، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، وأن نحذر الغش يا إخوان، أن نحذر الغش. يقول بعض أهل العلم: ومن غش في حياته وأخذ الشهادة على ذلك فإن المال الذي يدخل عليه مال سحت، فانتبهوا لمثل هذا. صلى الله عليه وسلم.